اثنين اخو ولاد العسلي بيقولوا له لعمر بايك مينو هذا؟ قال له هذا اخوه الرسم حيدر. قال له بيروح معنا. ما حملت حالي انا رحت معهم على البيت وقعدت على قابلين انتظر عربي حول الغرف تبعهم، واجتمعت العرب كلهم هونيك علي انا بدنا نشوف شو الاخبار من هون. صرت احكي لهم كان في معارك هون بين الجيش وبين الطفار. صرت احكي لهم النسوان برا يبكوا حرام. بعدين فقت لقيت حالي وحدي بالغرفه ولا الظهير، غفرت. قمت شفت الفرش هذا حاطين لي اياها وحاطين لي جوالي. نتيجة مضيت الوقت وعند الصبح في عربية اجت اخذتني على ياني شهر. بياني شهر كنا على الطريق اواعينا موسخة وما بعرف شو، حلقوا لنا بالموس شعرنا وعطونا اخوتي كل واحد قميص كل واحد كذا الى اخره ومشينا. بالنتيجة انعفينا وجينا سنة ال 18 اخر ال 17 18. وبهالمدة هاي انا كان في اجى الملك فيصل حكم هون، كان صبحي حيدر قائم مقام، وكان اديب فرحات متخرج من الجامعة الامريكانية بيعرف انجليزي كان السكرتير تبعه. جينا 10 12 تلميذ قلنا له اديب فرحات علمنا انجليزي، كانوا الانجليز صاروا هون. علمنا انجليزي تقريبا 6 اشهر. مرة من هون بروفيسور سميث من الجامعة الامريكانية عملنا فحص، نجحت انا واثنين من بيت حيدر ورحنا على الجامعة الامريكانية. دخلت الجامعة الأمريكانية 1919، خلصت الاستعدادية سنة 1923 أو آخر 23. وجدت أنه بدي أروح على أمريكا، مع أنه كتبت لأمريكا وإجاني قبول. السفارة هون الأمريكانية ما كانوا يعطوني فيزا. رحت على بغداد ورجعت من هونيك على فرنسا اني ادخل تلميذ بفرنسا. دخلت باللسادو بارك بليون، باللسادو بارك قعدت سنه تقريبا. رحت على السينما يوم من الايام، انا دائما عم فكر بدي اروح لامريكا. فت على السينما بفوت شخص قدام وبعدين ست وبعدين انا وراهم، بيعطونا نمرة هونيك على المقاعد. ويوما ما في تكييف هواء ما في شيء بنوب، يعني الجو حر لطيف. فالظاهر بدها تمسح العرق تبعها، فتحت الشنطه تبعها وقع محرمي على الارض تبعها. لميت المحرمي واعطيته اياها، قلت لي ثانك يو. قلت له شو انت امريكانيه؟ او قال بعرفك على جوزي انصل امريكا هون. طلعت فيه انا قلت له مبسوط كثير اني تعرفت عليك، بس انت شو هالبلد شو هالحر هذا؟ بالاول قلت له شو هالحر الموجود بهالبلد وبالشتاء كله برد وصقيع، وبعدين الاهالي كلهم كشنين بيطلعوا بالواحد وبالورب. قلت انا بدي بشعله بالبلد كثير لشوف شو بده يقول. قال لي انا كمان مثلك انت، اذا ما غيروا لي محلي من هون نقلوني لبلد ثاني انا راح استعفي وروح لنيو جيرسي. هو من نيو جيرسي. قلت له انا بدي فيلم ما بقى فيه اقعد، قديش بدها الفيزا كم يوم؟ قال لي روح لعندي نهار التنين. فنهار التنين بدي روح لعنده لكن بدي رجع المصاري من الجامعة. رحت على الجامعة قالوا لي بدك تجيب رابور انك مريض حتى نقدر نرجع لك المصاري. رحت لعند دكتور حاطط هذا الابيض هون، حطيت له 5 فرنجات بقلب الواحد وقلت له ما بوترين. قال لي نام على الطاولة. نمت. قال لي صحيح معك انت مرض
في مصارينك ما ادري شو ما بعرف، على كل حال اعطيك دواء. اخذت الدواء ورحت، انا اخذت الدواء، اخذت الدواء ورحت على المدرسه ابطل مصاري. بده السفير الامريكي العنصر الامريكاني بده مني شهاده على انه صحتي ممتازه. رحت لعند الدكتور هذا، حطينا له 5 فرنكات بال، قلت له بوي ما فاتري مونتناجس ويت تري فور وما بعرف شو كذا، دقينا له على بطننا، قال نام 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 عمل هيك، قال لي بوي لو ما ديك معك يجي بوزادوني، قلنا له طيب صحينا مشي الحال، اعطانا رخصه على انه وراء انه صحته كثير مليحه الاخ. ورحنا لعند السفير، السفير قال لي ترجع بعد 30 يوم تاخذ الفيزا. اللي أنا فيها في أمريكا مشهورة كثير، هاي حربية وتعلم زراعة وبتعلم ميكانيك. أنا أخذت فرع الزراعة وبالطبع عم نتعلم عسكر. جيش أمريكاني عاد بعد سنتين، كنت أنا طلعت الأول بصف الزراعة 1100 تلميذ، طلعت الأول أخذوني على درس عندي كارتاون اللي بعته للمرحوم باقي لبغداد. بعثت له بدنا، قالوا لي بدك اوائل زراعيه كذا. بعثنا له مكتوب على انه بدنا مصاري كذا بدك تخرجنا مشان ناخذ معنا حتى نشتغل بالزراعه. بيبعث بجاوب على انه مصاري ما في. الشاط اللي قال مصاري ما في، انا حملت حالي وغيرت لجامعه التربيه والتعليم، يعني تيشرز كوليج تبع المعلمين، دار المعلمين، انما يونيفرستي اوف نورث تكساس، جامعة تكساس الشرق الشمالية. هون بالجامعة هاي واحد انجليزي علمنا، كان يحكي كثير بشعراء الانجليز، ما يحكي كثير بشعراء الامريكان فعلا، يعني غريبة بقلب أمريكا بيحكوا شعراء الإنجليز ما بيحكوا شعراء الأمريكاني كتير. فنقلت الجامعة الثانية في اللي عم تعلمنا الشعر، وهذا ست حلو كتير، وبتلاقي تحكي بشاعر اسمه بيرنز تغيب عن وجه الدنيا، تحب شعره كتير. فقلت أنا لجرب أعملها سطرين لنشوف كيف بيطلعوا. فعملت لها sweet be not proud of thine fair liquid eyes which sparkle like a twin of stars in their skies. The sun goes down then he does rise so forget not yet. ولا آخر وكملنا. أخذته انبسط في الشعر وأخذته. قلت أنا إذا عندي شيء من الشعر. فبعد ما خلصت الجامعة في نورث تكساس جيت على نيو أورليانز، لأنه ما في أنصل الفرنساوي إلا بنيو أورليانز بلويزيانا. فتنا لعند الأنصل قلنا له بدنا فيزا إذا بتريد نروح على لبنان. طلع فيه شاف الوراق تبعي قال لي أنت تركو. شو تركو؟ قال لي أنت مانك لبناني. قلت لك انا ابي فلان وامي فلان وكذا، كيف هالحكي؟ كيف من لبنان؟ عائلتي انا كبير كثير بلبنان. قال لي لا لا انت تركي. النتيجه شحنا شوي ما في فايده، ما كان يعطينا فيزا. رجعت على تكساس، رجعت على الجامعه،